السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الثانوي كل عام وأنتم بخير. النهاردة معانا إكزامات غافو، امتحان من الكتاب غافو على الترم الأولاني إن شاء الله. الوثيقة الأولانية بتقول إيه؟ لي سو دوكومون بوي شوازي لا بون غوبونس، اقرأ هذه الوثيقة ثم اختار الإجابة المناسبة. ولكل ماتيي إم فوزيتك أوفتيغ، ما المهنة اللي أنتم بتحبوها أن تكونوا في المستقبل إن شاء الله؟ طبعا معنا شخصيات، واحدة اسمها سيلين وباستان وإليز وأنا. تعال نشوف سيلين بتقول ايه. سيلين بتقول لك جيم اتر فيتيرينير، انا احب ان اكون طبيبة فيترينية. كوم ما غراند سور، مثل اختي الكبيرة مارتين. بوغ سواني لي زانيمو او زو، علشان اعالج الحيوانات في حديقة الحيوانات. طبعا باستان، موا جيم لا بروفيسيون دو جورناليست، انا احب مهنه الصحافه. جو فيز اكري دي زارتيكل دونز اون جورنال، علشان او على هكتب باذن الله مقالات في الجريده. طبعا اليز، جو سويت، انا اتمنى اتر انفيرمير، انا اكون ممرضه. بوغ ايدي، علشان اساعد لي مالاد اي لي ميدسان، علشان اساعد الدكاتره والمرضى. طبعا الان بقول لك جيم اتر ميدسان بوغ سواني لي مالاد، انا احب ان اكون طبيب علشان اساعد المرضى. تعال نشوف الاسئله على الدوكومون. بقول لك سي بيرسون بارل دو، هذه الشخصيات تتكلم عن ايه بقى؟ ليغ بروفيسيون، عن المهنه بتاعتهم، ولا ليغ سويت، عن امنيتهم، ولا ليغ لوزيغ، ولا عن اوقات الفراغ، ولا ليغ اتيد، عن دراستهم. طبعا من الواضح من القطع اللي هي بتتكلم عن المستقبل، يبقى سويت عن الامنيه، يبقى الاجابه رقم بي. طبعا نيجي السؤال الثاني، بقول لك ايه؟ ايه فيتنغيغ، ايه فيتنغيغ يعني الطبيب بيطري او طبيب بيطري. مين يا جماعه اللي عاوز يبقى طبيب بيطري؟ طبعا الاجابه واضحه، تبقى سيلين هي الاجابه الصحيحه. هي سيلين، سيلين. طيب نيجي بقى للسؤال الثالث، بيقول لك اليز ام، اليز بتحب سواني لي زانيمون، تعالج الحيوانات، ولا كري دي زارتيكل، ولا كتابه المقالات، ولا سواني لي مالاد، ولا معالجه المرضى، ولا ايدي لي ميدسان، ولا بمساعده الدكاتره. طبعا اجابه واضحه، اليز، اليز يا شباب بتتمنى تكون ممرضه. طبعا الممرضه بتعمل ايه؟ بتساعد. الاجابه الصحيحه تبقى بتساعد الدكاتره، رقم دي. طبعا نيجي بعد كده رقم 4، الان فا ترافاي، الان سوف يفعل او يعمل فين؟ طبعا هيعمل ايه او هيشتغل ايه او المكان؟ طبعا ده سؤال استنتاجي. طبعا الراجل بيقول لك الان انا احب ان اكون دكتور، طبعا الاجابه واضحه وبديهيه. طب رقم ا، دون اون زو، في حديقة الحيوان، ولا دونز جورنال، ولا في الجريدة، ولا دونز اوبيتال، ولا في المستشفى، ولا دونز لسي، في المدرسة الثانوي. طبعا الإجابة واضحة، تبقى الإجابة رقم سي، في الاوبيتال، في المستشفى. نيجي بقى يا شباب للدوكومون التانية، بقول لك لي سو دوكومون بوي شوازي لا بون غوبونز، اقرأ هذه الوثيقة ثم اختار الإجابة المناسبة. بقول لك ايه، جو مابيل غامي جي كانزون، أنا اسمي رامي وعندي 15 سنة. جو سوي ليسيان، أنا أكون طالب ثانوي. جابيت أو كارتيي، مدينة نصر، أنا أعيش في حي مدينة نصر. أوكي في القاهرة. دون مون كارتيي، في الحي بتاعي. اليا ان بارك، يوجد في منتزه. و دو بيبليوتيك، واتنين مكتبه. اون بتيت بيسين، وحمام سباحه صغير. ايتان غروند بلاس، وميدان كبير. ان سونتر دو لا بلاس اليا كيلكيز اربار، في منتصف الميدان يوجد بعض الاشجار. و بوكو دو فلور، وكثير من الورود والزهور. بورالي مون ليسي، لاجل الذهاب الى مدرستي. جو رول سور لا بيست سيكلابل، بسير او بمشي على ممشى الدراجات. جيم مو بروموني دون لا باك دو مون كارتيي، انا على بحب التنزه في المنتزه بتاع الحي بتاعي. طبعا السؤال الاولاني بيقول لك ايه، غامي بارل تو،
سافيل عن مدينته، ولا سومبي عن بلده، ولا سون كاختيي عن الحي بتاعه، ولا سون لسي. طبعا الإجابة الصحيحة تبقى سون كاختيي عن الحي بتاعه. دولو كاختيي مدينة نصر إليا، في الحي مدينة نصر موجود يوجد ايه؟ une petite place ميدان صغير، ولا grande place ميدان كبير، ولا beaucoup de place ولا كثيرا من الميادين، ولا deux place ولا اتنين ميدان. طبعا الإجابة تبقى رقم ب، une grande place ميدان كبير. السؤال اللي بعد كده بقول لك au centre de la place، في وسط المدينة إليا، يوجد ايه الموجود في وسط المدينة؟ un parc منتزه، ولا des arbres de la fleur، ولا ورود وأشجار، ولا بيبليتيك، ولا مكتبة، ولا يون بيسين، ولا حمام سباحة. طبعا الإجابة معروفة، في وسط الإيه؟ في وسط الميدان بيكون موجود أشجار وورود. طبعا السؤال بعد كده بقول لك غامي فا أسونيسي، رامي يذهب إلى المدرسة الثانوي بتاعته، أبيض على الأقدام، ولا يون بيس، ولا على الأتوبيس، ولا أفيلو بالدراجة، ولا أون تاكسي بالتاكسي. طبعا الإجابة واضحة، بيروح طبعا بيمشي على البيست سيكلابل، بيمشي على ممشى الدراجات، يبقى أكيد بياخد الفيلو. نيجي بقى يا شباب لسؤال السيتيسيون، سؤال المواقف، بقول لك شوازي لي دو غوبونز كوريكت، اختار اتنين دو اجابتين في سؤال المواقف. بقول لك تي ديموند ا تون بير لا ناتير دو ترافاي دو بومبيي، كيس كيل دي، انت تسأل والدك عن طبيعة عمل رجل الاطفاء، ماذا هو يقول؟ الإجابة الأولى بتكون يا شباب بتقول ال اي تي لي زان سين دي، هو يطفئ الحرائق. الإجابة التانية ال بان دي تابلو، هو بيرسم التابلومات. رقم ثلاثة بقول ال كوب لي شيفو، هو بيقص الشعر. ولا ال سويف دو جون دو دانجي، هو بيتبع، ده سويفر فيرب اسم سويفر، يتبع الناس في الخطر. ولا ال سوان لي مالاد، يعني بيعالج المرضى. طبعا الإجابة الصحيحة هيبقى هو بيطفي الحرائق رقم A، والإجابة التانية تبقى رقم D، هتبقى هو بيتبع الناس في الخطر. السؤال اللي بعد كده يا شباب بيقول لك تي دي موند اتون امي تي ديكغيغ سون ليسي كيس كيل دي، انت تسأل صديقك عن وصف المدرسة بتاعته، ماذا هو يقول؟ جو في او ليسي السلام، انا اذهب الى مدرسة السلام. ولا جيم بوكو مون ليسي، انا بحب مدرستي. ولا مون ليسي اي غون، مدرسة تكون كبيرة. ولا علي اي مون كوبان دو ليسي، علي يكون زميل في المدرسة. ولا دو مون ليسي في مدرستي اليا ان سي دي اي، ولا يوجد مركز المناهج والمعلومات. طبعا في ديكري معناها وصف، هيوصف يبقى تكون غوند، وموجود فيها سي دي مركز المناهج والمعلومات. نيجي للسؤال بعد كده تونا مي تي دي موند كيل زيليمون، ما هي عناصر الطبيعة دو لا ناتيغ تي ام، ما هي عناصر الطبيعة اللي انت بتحبها؟ كيسك تي دي، ماذا انت تقول؟ جادور لي زاكتيفيتي مانويل، انا بعشق الاعمال اليدويه. ولا جادور لي ميزي اي لي بارك، ولا انا بعشق المتاحف والمنتزهات. ولا جادور لي زوازون اي لي زاربا، ولا انا بعشق العصافير والاشجار. ولا جادور لي كومباني اي لي لامير، ولا انا بعشق الريف والبحر. ولا جادور لي مونتان روس، ولا انا بعشق قطر الموت. طبعا ايه هي العناصر الطبيعية؟ الاجابة تبقى رقم D، وتبقى الاجابة رقم C، يعني العصافير والاشجار والبحر. نيجي بقى يا شباب للسؤال القواعد، بقول لك شوازي لا بون كوبونز، اختار الاجابة المناسبة. بقول لك لا ناسوناليتي دو سامي اي مونا اي، جنسية سامي ومونا بتكون جيبسيان ولا جيبسيان ولا جيبسيان ولا جيبسيان. طبعا انا باخد للتأنيث للجنسية، طبعا الجنسية مؤنثة، تبقى الإجابة جيبسيان، الإجابة رقم سي. جان بيت، جان يعيش مكسيك، في المكسيك. طبعا المكسيك دي دولة، طبعا الدولة مذكرة، هتاخد يا شباب هتاخد الأو مكسيك، في المكسيك. طبعا ميز انفون الاطفال، طبعا دي اجابه واضحه جدا، اللي هي عاوز منك جمله امريه. طبعا الجمله الامريه معروفه، هتاخد فا ولا فون ولا فا، طبعا ولا الون، طبعا هتاخد الون، وهنا لابداء الراي. طيب الافيت دي جيزي دو رانا، يعني بيقترح عليك، طبعا الاقتراح ناخد الاو ان اس. بقول لك بلو اون ايفير اون ايجيبت،
ممطر دي معناها مطر. طبعا عندي تركيبة il pleut, il pleut يعني تكون ممطرة في الشتاء في مصر. رقم 16 اي تون ديجيزمون التنكر. طبعا ما يكون تنكرك طبعا تنكر مذكر هتاخد كل مفرد مذكر. نيجي بعد كده يا شباب السؤال بعد كده بيقول لك باسيون. باسيون يعني هواية. طبعا الهواية مؤنث واضحة جدا جدا هتاخد ما باسيون ما باسيون. نيجي بقى يا شباب لسؤال الميل. طبعا بقول لك ايه سالي شاو. طبعا انا كل اللي انا بعمله ان انا بكتب سالي هنا سالي زي ما هي وشاو بكتبها هنا وببدا اجاوب على السؤالين الموجودين. بقول لك ايه كون اي لافيت دو غامي متى تكون حفلة رامي. لازم اقول طبعا عاوز منك كون يبقى عاوز متى يبقى ابدا الجملة لافيت رامي لافيت دو رامي حفلة رامي كومونس تبدأ مثلا في الساعة وحط له الساعة مثلا في ساعة مثلا أي ساعة زي ما أنا عاوز هتبقى مثلا الساعة ويتيغ. السؤال اللي بعد كده شباب بقول لك اون كوا تي تو ديجيز ما يكون تنكرك. طبعا التنكر بتاعي اقول ايه جو سوي انا اكون ديجيز متنكر وحط الاون وحط اي شيء بيلوت مثلا انا اكون متنكر في طيار. بعد كده بقول لك ايه اكري تون امبلوا دي تيمب دي باندون دو ويك اند ايغ اكتيفيتي يعني تكلم عن جدول مواعيدك في الاجازه او في العطله ساعات واكتيفيتي.